ازيك يا شيخ، أهلا اخبارك؟ أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا. طيب لحظة بس اروح حتى فيها شبكة. لحظة حضرتك سامعني؟ أي نعم. طب تمام. كنت شفت العنوان بتاع الفيديو بتاع حضرتك على حكاية الآيات المحروقة الكتيرة دي، مش عارف 36 ألف آية حتى ومش عارف النقاش، الكلام. حتى النقاش يكون سليم في صلب نقطة. هو احنا عندنا سؤال، اتمنى جوابه بطريقة صريحة. أين إن شاء الأحرف الله. الستة للقرآن؟ الأحرف الستة، يعني مش فاهم قصدك بالأحرف، هل الأحرف دي مقصود بيها القراءات؟ في فرق بين القراءات وبين الأحرف. القراءات حصلت على نفس المصحف الموجود بين يدينا اليوم. الأحرف كما يقول السنة هي لهجات خاطب بها الله عرب بلهجات يختلفون، مثل نعم. اللهجة المصرية، اللهجة الخليجية، اللهجة الصومالية وهكذا. ولو أول مرة أسمع عن الكلام ده، أو آه، أول مرة أسمع عن الأحرف الستة. اسمها، لا اسمها الأحرف السبعة وليست الستة. أنا بصراحة أول مرة أعرف كده. أول مرة تعرف؟ أي نعم، في أحرف سبعة. القرآن في صحيح البخاري ومسلم نزل. هم لماذا السنة يقولون، لماذا جاءوا بهذه الروايات؟ حتى يسترون على موضوع تحريف القرآن. اي، فحتى حينما تقول لهم هذه الرواية تقول أن هنالك آية عثمان لم يذكرها عن سيدنا ابن مسعود، فيقولوا لك هذا من الحرف الخامس وهذا من الحرف الثاني، حتى يكذبون على الناس. فهم ماذا قالوا؟ قالوا أن القرآن نزل على سبعة أحرف، أي على سبع لهجات. المصيبة مو هنا، حينما نذهب نبحث في هذه اللهجات نكتشف أن هنالك آيات ما موجودة في هذه الآيات، وهنالك آيات ما موجودة، وهنالك آيات محذوفة، وهنالك آيات موجودة ما موجودة هنا. هذا يدل على أنه ليس اختلاف لهجات، هذا تحريف أصلا. والله يا شيخ، أنا أول مرة أسمع عن حكاية الأحرف دي. اللي أنا أعرفه القراءات، بس الأحرف دي بصراحة أول مرة لا لا، أسمعها. هذه القراءات هذه على نفس المصحف، هو نفسه أيضا تقاتلوا فيه كيف نقرأه. مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، نعم صحيح. وهذه من التحريف. هذا تدري جايه 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 القراءات، اي جايه 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 والله العظيم. شاد 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 شد عليكم والله العظيم، شد من شد عدله قسما بالله. طب ماشي. يلا خليني طب خليني خليني او يلا يلا يلا، مو مشكله. تعرف بص تعرف بص يا شيخ، اقول لك اتفضل، اقول كلمتك الاول. اي، فالان الاحرف السته ما موجوده، مختفيه. تدري بهاي المعلومه؟ والله اول مره اسمع الكلام ده، اي نعم، ما اول موجوده. مره اسمع حكايه الاحرف السته دي. اي لا، طب خلاص، طب خلاص. كنت ذكرت مش عارف شبهه تانية او موضوع تاني على حكايه حلقبه الزهراء، صح؟ طيب يلا تفضل ناقشه، مو مشكله. طب تمام. الاول قبل ما اكلمك على موضوع حرق البيت، هات لي الروايه، ها، وتكون صحيحه وتكون بسند وبعدين نتكلم. في المصلى، في كتاب المصنف لابن ابي شيبه بروايه صحيحه على شرط البخاري، عمر بن الخطاب هدد فاطمه ان يحرق بيتها. طب لحظه، طلع الروايه عندي. سامعني يا شيخ؟ اي نعم. طب قول لي بس اسم الرواية عشان اطلعها عندي. اكتب المصنف لابن ابي شيبة، مصنف لابن ابي شيبة، ها، وبعدين؟ لابن ابي شيبة. تأديب عمر بحرق بيت الزهراء. لا، راح تطلع لك مواقع الان. اكتب
بس دقيقة ثواني اعطيني مجال اذكر الرواية. اكتب لا احرقن الدار بمن فيه اعتقد او بمن فيها اعتقد. لو حرقنا الدار بمن يعني اكتب الرواية كده يعني هي ان شاء الله تطلع لك. طب ماشي انا كتبتها وبعدين الوالد لو حرقان ضرر ومن فيها انطي بحث. ماشي لازم نشوف. لو قد حلف بالله لا يعقم لا يحرقن عليك. الرواية دي اللي هو مكتوب فيها فلما خرج عمر جاءوها فقالت أي. تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم لاحرقن عليكم البيت. نعم. صح؟ صحيح في الروايه. نعم. طب تمام. بص يعني اقول لحضرتك حاجه اللي اعرفه على الحديث ده يعني اقول لك ايه الحديث ده مختلف في صحته بس اقول لك برضه يعني ان صح هذا الحديث ان صح هذا الحديث ف ف هو يعني اللحظة لا هو ليس مختلف بصحته أبدا. لا مختلف في صحته. سنده سند البخاري ومسلم. عارف لا بس طيب شو مختلف؟ والله مش عارف ارد عليك بيه بس اللي اعرفه يعني اللي هو في علماء قالوا يعني ان ده حديث ضعيف يعني. لا ما في كيف سند الروايه سند بخاري ومسلم. ازاي تقول لي سند ابو خالد؟ طب خلاص يعني لو معاك السند قول السند كله عشان اقتنع ان الروايه دي يعني بسند. انت الان الروايه عندك ابحث عنها وارجع اتصل بيها بعدين معزز مكرم. جيد. طب ماشي يا اهلا بك. ماشي انا اسف دلوقتي. يا اهلا ومرحبا. الروايه سندها سند بخاري ومسلم لا احد يستطيع ان يطعن بها ابد.